أين تقع السعادة؟ أين مكانها؟ السعادة يعني هل هي في مكان معين؟ مكانها في القلب. لا لا، القلب هو المكان الذي تأتي إليه السعادة، لكن من أين تأتي السعادة؟ من أين؟ السعادة مكانها فوق في الأعلى، قرب الذات الإلهية. وكلما ارتفعت إلى الأعلى زادت السعادة أكثر. ولهذا لما أراد الله أن يسعد نبيه صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه ابتلاء قريش، عرج به إلى السماء، محل السعادة. إذن كلما اقتربت من الذات الإلهية أكثر زادت سعادتك أكثر. طيب كيف أصل الآن إلى هذه السعادة؟ أنا لا أستطيع في الدنيا أن أصل إلى الأعلى، إلى قرب العرش، ما أستطيع. نعم يمكن. كيف؟ بالعبودية. كلما تذللت إلى الله أكثر بالعبودية ارتفعت روحك بالدنيا إلى تلك السعادة أكثر. ولهذا أعلى مرتبة في الجنة هي الفردوس الأعلى، هي قمة السعادة، وهي أقرب جنة مكانا من الذات الإلهية. الفردوس الأعلى ما هو سقفها؟ سقف عرش الرحمن، يعني هناك يكون قريب من الذات الإلهية. وكلما نزلت في الجنة كلما ابتعدت أكثر عن الذات الإلهية. أين يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين يوجد؟ إنه في الفردوس الأعلى. غير قلبك فقط وأكثر من العبودية وسوف تحس بالسعادة. فكلما زادت عبوديتك لله ازدادت كفاية الله لك. وإن شئت فاسمع إلى قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ إي والله سبحانه.